بسم الله الرحمن الرحيم. استكمال لمحاضرات علم التغذية للمهنة الصحية بدبلوم التمريض العام، حنبدأ اليوم نتكلم عن Energy Expenditure، كمية الطاقة المستغلة للقيام بالوظائف الحيوية. صفحة 61. Components of energy expenditure. The human body requires energy. الإنسان بيستغل الطاقة أو بتلزم الطاقة لإيش؟ واحد to meet resting energy expenditure needs. يبقى بيستغلها للقيام بالوظائف الحيوية أثناء الراحة. بسميها resting energy expenditure. يبقى بتلزم لي الطاقة للقيام بالوظائف الحيوية في فترة إيش؟ الراحة. اللي هو resting energy expenditure REE. تلزمني الطاقة القيام بالphysical activity. بالphysical ايش؟ activity بالنشاط الإرادي. يبقى تلزمني الطاقة للقيام بالوظائف اللا إرادية والوظائف ايش؟ الإرادية. الوظائف الحيوية اللا إرادية والوظائف ايش؟ الإرادية، النشاط أو الجهد العادي. ايش هي الوظائف اللا إرادية؟ أو الوظائف الحيوية، digestion الهضم، absorption الامتصاص، transport نقل العناصر الغذائية، and utilize nutrients استخدام واستغلال العناصر الغذائية. أما الphysical activity بتشمل اللي قلنا voluntary activities الحركات والنشاط الإرادي. زي الرننج المشي، الجري الرننج قصدي، ووكينج المشي، سويمينج السباحة، and others بالإضافة لإيش؟ الانفولنتري اكتيفيتيز. يبقى الريستنج انرجي الانرجي بتلزم لا القيام بالوظائف الحيوية، وبقول عنها ريستنج انرجي اكسبندتشر. الوظائف الحيوية للهضم والامتصاص ونقل الغذاء واستهلاك الغذاء، و تحت عنوان involuntary activities نشاطات لا إرادية، و involuntary activities اللي هو physical activity اللي زي المشي وزي السباحة وزي اللي هو الجري. نيجي على الجزء الأول اللي هو resting energy expenditure. مش قلنا في جزء من الطاقة بتستغل القيام بالوظائف الحيوية اللا إرادية فترة الراحة زي الهضم والامتصاص والميتابوليزم وإلى آخره. Resting energy expenditure في آخر صفحة 61. Resting energy expenditure REE represents the energy expended or used by a person at rest. يبقى إيش بنمثل؟ تمثل الطاقة اللي بتحتاجها الإنسان للقيام بالوظائف الحيوية في فترة الراحة. فترة الراحة الرست، مش فترة النوم، فترة إيش؟ الراحة. Resting energy expenditure REE requires more total kilocalories than physical activity in most people. في معظم الناس كمية الطاقة اللي بيستخدمها القيام بالوظائف الحيوية فترة الراحة تفوق كمية الطاقة اللي بتلزمه للنشاط الإرادي العادي زي المشي والجري والسباحة وإلى آخره. النظر المدير كان زمان يسمو resting energy expenditure تحت عنوان اللي هو البيزل ميتابوليك ريت. اما هلقيت اللي هو المصطلح الحديث لها اللي هو resting energy expenditure. يعني ممكن تلاقي resting energy expenditure او بيزل ميتابوليك ريت نفس المفهومين. طيب البيزل ميتابوليك ريت is always measured beginning at least 12 hours after the last meal and under certain conditions. بنقيس الريستنج او البيزك ميتابوليك ريت بعد 12 ساعة من اخر وجبة غذائية تحت ظروف معينة such as control temperature ضبط الحرارة والهيوميديتي والرطوبة. The kilocalories necessary to support the following contribute to resting energy expenditure. resting energy expenditure بما معناه بيستغلها الجسم فيش؟ في القيام بالوظائف الحيوية involuntary activities اللا إرادية زي contraction of the heart انقباض القلب، maintenance of the temperature الحفاظ على درجة الحرارة،
repair the internal organs اللي هو إعادة أو بناء الأنسجة وبناء الأعضاء، الأنسجة اللي في الأعضاء. maintenance of cellular robustness الحفاظ على إيش اللي هو الوظائف الخلية. muscles and nerve coordination التناسق العضلي والعصبي. respiration اللي هو breathing التنفس. resting energy expenditure accounts for approximately 66% of most people total energy requirements. وقلنا قبل هيك انه كمية الطاقة المستغلة قيام الوظائف الحيوية اللي هي resting energy expenditure تفوق كمية الطاقة اللي بيلزم الفيزيكال اكتيفيتي عند كثير من الناس. body composition influence resting energy expenditure تكوين الجسمي بيأثر على كمية الطاقة اللازمة للقيام بالوظائف الحيوية اللي هو resting energy expenditure. في أخرى عوامل أخرى الـ age, السكس, الـ height, العمر والجنس والطول والـ weight with higher percentage of muscle. يعني الوزن لما يكون له يعني وزن وعلاقته بالـ resting energy expenditure وخاصة اللي هو الإنسان اللي عنده الجسم مفتول العضلات و يعني سمنة اللي هو ايش تكوين جسمي مش سمنة دهون اللي بكون عنده تكوين الجسمي يعني عنده عضلات وعنده عضلاته مفتولة ويعني قوية يعني زيادة الوزن مش زيادة دهنية زيادة في التكوين الجسمي هذا بحتاج لريستنج انرجي اكسبندتشر اكثر. الانسان الاطفال بيحتاجوا لانرجي اكسبندتشر اكثر من الكبار. الذكور بيحتاجوا لريستنج انرجي اكسبندتشر اكثر من الاناث. اللي اطول بيحتاج لريستنج انرجي اكسبندتشر اكثر من اللي هو الاقل منه طولا. اللي وزنه اكثر وزنه يعني وزنه الوزن بكون وزنه ثقيل الوزن لكن مش وزن مش ثقيل الوزن من نتيجه تكون الدهون لا تكوين الجسمي كل يكون اكثر فهو بحتاج لريستنج انرجي اكثر. It takes more energy or calories to support lean body mass protein than to support body fat. يبقى الانسان اللي عنده يعني عضلات وتكوين الجسم يعني تكوين خالي من الدهون هذا بحتاج لريستنج انرجي اكسبندتشر اكثر. muscle tissue requires more calories than does fat tissue. يبقى المصل تشو الأنسجة العضلية بتحتاج لكيلو كالوريز أكثر من اللي هو الفات تشو الأنسجة الدهنية. even when muscle tissue is resting, therefore the higher a person body protein content اللي عنده كمية البروتين أو كمية العضلات اللي هي اللي بيكونها البروتين أكثر the more calories he or she can eat and still maintain stable body which بحتاج لك إلى كيلوكالوريز أكثر. في عندنا فاكتور هذا السؤال جاك في الامتحان في النشاط factors that affect resting energy expenditure صفحة 63 هذا السؤال نشاط تقول كتبت لك أنا فيه what are the factors أو mention six factors that affecting resting energy expenditure اكتب لي العناوين في النشاط age six growth body size حجم الجسم genetic وراثي resting energy genetic resting energy expenditure climate المناخ وfever. يبقى عندك سبع عوامل مطلوب العناوين. يبقى factors that affect resting energy expenditure أول واحد الـ age age resting energy expenditure varies with lean body mass which varies with age. يبقى resting energy expenditure بتختلف حسب lean body mass كتلة الجسم وحسب العمر. the highest rate of energy expenditure per pound of body weight occurs during infancy and childhood. In others, resting energy expenditure decline about 2% per decade because of decline in lean body mass. The result is reduced need for kilocalories.
individuals can slow the decline in lean body mass somewhat by increasing their exercise. المهم تعرف لهان انه كل ما قل العمر كل ما كان الريستنج انرجي اكسبندتشر ايش اعلى، يبقى العلاقه بين الريستنج انرجي اكسبندتشر والايج علاقه عكسيه وليست علاقه طرديه، يبقى الاطفال بتكون الريستنج انرجي اكسبندتشر اعلى من اللي هو البالغين واعلى من كبار السن. 6 عرف لي انه الريستنج انرجي اكسبندتشر اللازم للذكر اعلى من الانثى اللي في نفس الوزن ونفس العمر، يبقى في المن اعلى من ايش؟ من الومن الجروث. في فترة النمو بتكون الريستنج انرجي اكسبندتشر اعلى من فترة توقف النمو، يعني اعلى في البالغين من كبار السن، اعلى في المراهقين من البالغين، اعلى في الاطفال من البالغين، لانه بتزيد الريستنج انرجي اكسبندتشر خلال فترة النمو. النمو او بناء الجسم، هي عندك في صفحة 63 اخر سطر. كيلو كالوريز ريكوايرد بير كيلوغرام ار هايست دورينج هيس جروث سبيرس، طفرات النمو. بيكوز ذا كيلو كالوري كوست اوف انابوليزم از جريتر ذان ذا كيلو كالوري كوست اوف كاتابوليزم، لان كمية الطاقة اللي بتلزمني في البناء اكثر من كمية الطاقة اللي بتلزمني في الهدم. انابوليزم معناها بناء وكاتابوليزم معناها هدم. بادي سايز، كل ما كان حجم الجسم اكبر كل ما كان احتياجه او كمية الطاقة اللي هو اللازمة للقيام بالوظائف الحيوية اعلى، يعني كل ما كان البادي سايز الحجم اكبر كل ما كان الريستنج انرجي اكسبندتشر اعلى، يبقى العلاقة ايش انا؟ علاقة طردية، كل ما كان الحجم الجسم اكبر كل ما كان ايش؟ الريستنج انرجي اكسبندتشر اعلى، لكن بشرط انه يكون حجم الجسم اكثر. هذا اللين بادي ماس يعني كتلة الجسم الصافية، هذه بتكون لما تكون اعلى بتكون الريستنج انرجي اكسبندتشر اعلى. جينيتيك ريستنج انرجي اكسبندتشر، في بعض الناس وراثي انه بكون عندهم ريستنج انرجي اكسبندتشر اعلى. كلايمت، في الجو في المناخ، كل ما كان الجو حار او الحراره مرتفعه كل ما كانت الريستنج انرجي اكسبندتشر اعلى. والفيفر لما تكون درجه الحراره اعلى بيكون الريستنج انرجي اكسبندتشر اعلى. مكتوب عندك بخط البولد فيفر انكريزز ريستنج انرجي اكسبندتشر باي اباوت 7% فور افري 1 degree فهرنهايت increase in body temperature، يعني ممكن ارتفاع الحرارة بترفع قباله اللي هو resting energy expenditure، يبقى العلاقة بين الحرارة وبين resting energy expenditure علاقة طردية، كل ما ارتفعت الحرارة كل ما زادت اللي هو resting energy expenditure من خلال 7% لكل درجة فهرنهايتية. Frequently an individual with a fever is too ill to eat fruit juice with added glucose polymers or nutritional supplements will give the client need. يرجع الانسان لما يكون مريض ويأخذ اللي هو عصير فواكه مع سكر هذا او مغذيات او مكملات غذائية، هذا بيش بحسن اللي هو الحال الطاقة وكمية الطاقة عند المريض. ابقى انا قلت اخذت العوامل، وانا بدك تذكر لي العوامل اللي في النشاط تذكر لي ذكر، بس تقول لي ايج 6 جروس بادي سايز جينيتيك ريستنج انرجي اكسبندتشر كلايمت فيفر، وانا بعيد الايج كل العلاقة بين العمر وبين ريستنج انرجي اكسبندتشر علاقة عكسية، كل ما قل العمر كل ما كانت الريستنج انرجي اعلى، يبقى في الاطفال اعلى من البالغين واعلى في البالغين اعلى من كبار السن. السكس قلنا المن اكثر من الومن، من في نفس العمر ونفس اللي هو الوزن. في الجروث، في
في فترات الجروث، في فترات النمو السريع بتكون ريستنج انرجي اكسبندتشر اعلى، يبقى في الاطفال اعلى لانه درجه النمو في الاطفال اكثر من درجه النمو، زياده نسبه النمو اعلى في الاطفال من البالغين، وفي البالغين اعلى من كبار السن. يبقى العلاقه بين النمو وبين الريستنج انرجي اكسبندتشر علاقه طرديه، كل ما زاد النمو كانت النمو سريع كل ما كان الريستنج انرجي اكسبندتشر اعلى، البادي سايز حجم الجسم كل ما كان البادي سايز اكثر كل ما كان الريستنج انرجي اكسبندتشر، خاصه فيما يتعلق باللين بادي ماس. جينيتك ريستنج انرجي اكسبندتشر عند بعض الناس في عامل وراثي، وعندهم هذول الناس بكون او عائلي بكون دائما عندهم ريستنج انرجي اكسبندتشر اعلى من عائلات اخرى او اعلى من اسر اخرى. يجي الكلايمنت في المناخ، في الهوت ويذر المناخ الحار بحتاج لريستنج انرجي اكسبندتشر اكثر من اللي هو الكولد ويذر. فيفر ارتفاع الحراره يؤدي الى زياده الريستنج انرجي اكسبندتشر، يبقى العلاقه الطرديه بين ارتفاع الحراره وبين الريستنج انرجي اكسبندتشر. بكتفي بهذا القدر، والمحاضره القادمه ان شاء الله حاكون مع صفحة 66 تحت عنوان Nutrition and Lung Disease، علاقة التغذية بأمراض الرئتين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.